هذه المسألة المعتقل الاحتياطي هي مسألة مطروحة على الصعيد الوطني. فبالنسبة نعمل على عقد اجتماعات دورية مع السادة رؤساء الغرف التربوسية والسادة رؤساء غرف الجنايات والسادة قضاة التحقيق كذلك، وذلك قصد تجهيز قضايا المعتقلين الاحتياطيين لأن تكتسي طابع خاص لأن تمس وتهم حرية الأشخاص، وبالتالي فأنا نحرص دائما على أن هذه العينة تكون لها عناية خاصة. لحد اليوم أنا أتكلم معكم مجموع قضايا المعتقلين الاحتياطيين في مجموع غرف التحقيق في المحكمة البالغ عدده 3 هو 63 معتقل. يعني أغلب الحالات الحمد لله يتم التعامل معها بشكل إيجابي للغاية، وطبيعة الحال بعد انتهاء إجراء التحقيق يحال معتقل على الجلسة، إما الجلسة المحكمة الابتدائية إذا كان اختصاص يتعلق بجنحة أو الجنايات إذا كان يتعلق الأمر بجناية. أنا أحرص شخصيا على أن الباب مفتوح، مؤسسة الرئيس الأول مفتوح للمتقاعدين. الحمد لله احنا عندنا يعني المتقاعدين يتم استقبالهم تقريبا بشكل يومي بدون موعد مسبق، أن أي متقاعدي من حقه يترقب أبواب مؤسسة الرئيس الأول ويجد الأذان الصاغية من طريق الحال والاستماع إليه في حدود وإرشاده وتوجيهه، ومع الحرص على الاستقلال التام للقضاء في هذه المسألة. يعني الاستقبال لا يمس العمل القضائي، يكون مسائل التي يرى المشتكي أو المتقاضي أنه يجب أن يبسطها أمام الرئيس الأول فيقع الاستماع إليه وإرشاده وتوجيهه كما قلت. بالنسبة نحرص شخصيا على أن القضايا في محاربة بطبيعة الحال الفساد هناك حرص شديد على بطبيعة الحال بالنسبة للولوج إلى المحكمة، يعني لا يلج المحكمة إلا داوي اللي عنده مصلحة أو اللي عنده ملف رائج. شخصيا يقع تتبع يومي لمحاربة أي ظاهرة، كنقول أي ظاهرة للتسيب أو الانحراف أو بعض ذوي النيات السيئة كما قلت الذين يستغلون في بعض الحالات مع الأسف جهل بعض المتقاضين بالمساطر القانونية. فشخصيا نحرص على أنه هذه الحالات لا يكون لها وجود في هذه المحكمة. في هذه الحال هذه الرسالة التي أود أن أبلغها للعموم، وأن الحمد لله أن ظاهرة الوسطاء أو ظاهرة ما يسمى بمحترفي النصب باسم الحاكم الحمد لله لم يصل إلى علمنا لها وجود. وهذا لما أقول أن سياسة الأبواب المفتوحة هي أنها تقطع الطريق على هؤلاء يعني ذوي النيات السيئة أقول.